منذ أن دخلت التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ بدأ يخرج ما تحت الركام والهدم. آلاف العائلات نزحت من بيوتها وأخرى تقطعت أوصالها، تأويهم المساجد والمدارس والكنائس بعد أن فقدوا منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث دمر الاحتلال حوالي 11 ألف منزل بشكل كلي وجزئي، بالإضافة إلى تدمير مبان صحية ومدرسية وجامعية وقتل حوالي 2000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية للقطاع 2.4 مليار دولار أمريكي حتى اللحظة. الوضع الصحي في قطاع غزة بصدق وضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معاني. لدينا بشكل خطير جدا أمراض غريبة جدا وأمراض جلدية بلشت تظهر عليهم بشكل مكثف، أمراض تنفسية عند الأطفال، برامج التطعيم عند الأطفال توقفت بشكل كامل. نستطيع أن نقول أنه حتى الآن استطعنا أن نحد من كارثة حقيقية موجودة، لكن استمرار العدوان إذا استمر بهذا بالوضع السابق اللي كان موجود عليه، قطاع صحي قطاع غزة سيتعرض إلى أوبئة وأمراض ربما لم تظهر منذ 50 عام. الأوضاع المأساوية في قطاع غزة ستتفاقم أكثر، خاصة بعد أن تثبت التهدئة ويعود النازحون إلى منازلهم المدمرة، وعندما يبدأ الأطفال بإدراك هول ما حدث عندهم وكيف سيدرسون في مدارس أسقفها سقطت بفعل فاعل معروف لدى الجميع، وكيف سيؤدي المؤمنون صلواتهم بعد أن قصفت مآذن مساجدهم بفعل ذات الفاعل الذي لم يجدوا حتى الآن من يحاسبه على أفعاله. إحنا عمالنا نحكي عن وضع مهما توفر من مساعدات إنسانية هي لا تلبي الحد الأدنى من مستوى الحياة اللي بدنا إياها، خصوصا حق الإنسان في صحته. نحن نحتاج إلى إعادة تأهيل، يعني نحكي إحنا حوالي 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة هم من ضحايا هذا العنف اللي مارسته دولة الاحتلال عليهم، وبالتالي هم بحاجة إلى كمان مساعدة نفسية واستشارات قانونية، ويمكن الفترة الأولى من المدارس كمان نحن نطلب الآن أن يخصص أول شهر من أجل التفريغ النفسي. الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بتشريد حوالي نصف مليون فلسطيني من منازلهم، وتعمدت الطائرات الحربية استهداف المقابر الإسلامية والمسيحية، وكذلك تدمير أكثر من 120 مسجدا بشكل كلي وجزئي. أحمد براهمي، رؤية.